طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن العلاقة العكسية. والعلاقة الأولى شفنا إنه كانت العلاقة من المجموعة الأولى اللي هي المجال إلى المجموعة الثانية اللي هي المجال المقابل. فهنعكسها، هصير العلاقة من المجال، عناصر المجال المقابل إلى عناصر المجال، ويتحول المجال ويكون مجال مقابل، والمجال المقابل يصبح مجال. وبنفس القاعدة هنغير قاعدة أو قانون الاقتران بالذات في العمليات الرياضية. إذا كان عندنا العملية جمع هنحولها طرح، وإذا كان العملية طرح هنحولها جمع، وإذا العملية ضرب هنحولها قسمة، وإذا العملية مربع هنعملها جذر. هنشتغل بالقواعد دي في ارتباط العلاقات بالقوانين الرياضية. أما في المخطط السهمي هنعكس السهم من العنصر الأول للعنصر الثاني، هيكون السهم من العنصر الثاني للعنصر الأول. تمام. طيب هنشوف نماذج أو أمثلة. طيب، قلنا العلاقة العكسية الرمز بتاعها عين وعليها ماينص واحد واحد أو ناقص واحد، اللي هي دي، ده رمزها. تمام. رمز العلاقة هيكون شنو؟ هيكون عين ناقص واحد، وده الرمز بتاعها. طيب قالين إذا كانت العلاقة من المجموعة إلى المجموعة نون، أهي دي شايفينها من المجموعة إلى المجموعة نون، فإن العلاقة العكسية هتتحول من المجموعة، من عناصر المجموعة نون إلى عناصر المجموعة ها. ده التعريف بتاعها. تمام. يبقى أساسا عين هي عبارة عن الألف مع أسد، والباء مع البقرة، والجيم الثاء مع ثور. يبقى قاعدة الاقتران كل حرف اقترن مع اسمه. تمام. دي قاعدة الاقتران. العلاقة العكسية تحت، شوف اللي كان باللون الأبيض اتحولت بقت مجال، ولا كانت باللون الأحمر اتحركت بقت مجال مقابل، والأسد صار له علاقة مع الألف، والبقرة مع الباء، والثعلب مع يعني قاعدة الاقتران إنه كل اسم يقترن مع حرفه الذي يبدأ به. قبل العلاقة كان كل حرف يقترن مع الاسم الذي يبدأ به. تمام. فالعلاقة هنا اتعكست، فتحول المجال المقابل إلى مجال، ومجموعة المجال اتحولت بقت مجال مقابل، وصارت
من الألف إلى الباء طيب ده نموذج تاني أو مثال آخر. إذا كانت العلاقة من المجموعة 2 3 1 عناصرة إلى المجموعة الأخرى عناصرة 6 6 9 3 ونشأت علاقة ما بين المجموعة الأولى اللي هي مع عناصر المجموعة الثانية، فسمينا المجموعة الأولى سين وسمينا المجموعة الثانية شنو؟ صاد. فالعلاقة هتكون من سين إلى صاد، دي علاقة طبيعية. أما العلاقة العكسية هتكون من صاد إلى منو؟ إلى سين. المجموعة الثانية صاد طيب قال لك إذا كان العلاقة من سين إلى صاد، فإن العلاقة العكسية أنت تكمل هتكون كيف؟ هتكون من صاد إلى سين، ده المفروض أنت تكمل. طيب لو كانت العلاقة الاثنين مع التلاتة والتلاتة مع التسعة والواحد مع التلاتة، فكر ما هي القاعدة الرياضية التي استعملناها لنحصل على الصورة لكل عنصر. 2 صورة 6 والثلاثة صورة 9، ما هي القاعدة التي طبقناها؟ ضرب طرح جمع قسم شنو؟ فنحن طبقنا قاعدة الضرب وضربنا كل عنصر في المجموعة ضربناه في 3، ده بالنسبة للعلاقة. طيب في العلاقة العكسية إذا نحن ضربنا في 3 يبقى العلاقة العكسية كل عنصر نقسمه على 3، يعني نقسم 6 على 3 هيطلع لنا العنصر 2، نقسم 9 على 3 هيحصل لنا العنصر 3، و3 على 3 هيحصل لنا العنصر 1. نحن بعد نحكسها عايزين مطلوب مننا نعمل الآتي. أول حاجة نحكسه، دي مع علاقة عادية، بعدين نحكسها، بعد نحكسها نقوم نكتب المجال في عين العكسية هيبقى منه في صورة أزواج مرتبة، نفتح قوسين المجموعة ونكتب 6 9 3، والمجال المقابل نفتح المجموعة ونكتب فيها العناصر. طيب بعد نعمل مدى عين العكسية، عين العكسية في صورة أزواج مرتبة، قاعدة الاقتران هتكون شنو؟ يبقى ضربنا في 3 معناها قاعدة الاقتران هنقسم على 3، وأداء تمرين اشتغلوا عشان تستفيد منه وتكون فكرته أو استفدت أكثر. طيب العنصر، صورة العنصر 3 بعد ما عكسته، صورة العنصر 3 طلعت لك كم؟ تجاوب الأسئلة دي بعد تشتغل، بعد تحول العلاقة دي من علاقة عادية إلى علاقة عكسية. طيب ده نموذج تاني، قال لنا إذا كانت عين علاقة من الأعداد الطبيعية إلى الأعداد الطبيعية، يعني كل عدد طبيعي يقترن مع عدد طبيعي آخر، لكن بالقاعدة شنو؟ إنه كل عدد تختاره تزيد له 2 عشان تكون صورته. كيف يعني؟ مثلا اخترت الواحد، الواحد حيختار الواحد عدد طبيعي، اخترت معاه اخترت الواحد معناه أنا حاخد 1 زائد 2، يبقى الواحد اللي أنا خطيته هنا هيقترن مع 3، يبقى صورة الواحد حتساوي 3. طيب كم صورة 3؟ هتكون 5. كم صورة 4؟ 6. كم صورة 5؟ 7. يبقى كل عدد أنا اخترته حازد له 2، تمام؟ بعد تعمل كده قال لك جد الآتي، مجال عين
مجال عين، المجال المقابل لعين، وعين في صورة أزواج مرتبة. طبعا يا جماعة العلاقة دي ما منتهية، لأنه الأعداد الطبيعية غير منتهية. فيبقى أنا هعمل الأزواج المرتبة بعد ما أرتب، عملت عنصرين ثلاثة اخترتهم، عملت لكل واحد صورة ممكن أعملها في شكل مين، باقي العناصر بعمله في شكل شنو، نقاط. تمام. ما هي صورة العنصر؟ إذا طبقت القاعدة دي العنصر 8 صورته كده هتبقى كم؟ بعد تنتهي أكتب مدى عين، مدى عين برضو هيكون مجموعة غير منتهية. مجال عين مجموعة غير منتهية، المجال المقابل مجموعة غير منتهية. تمام. لأنه مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة غير منتهية. بعد تشتغل عين تكمل فيها الأسئلة دي، تحول هذه العلاقة إلى علاقة غازية، وتوجد فيها المجال والمجال المقابل والمدى، يعني هتحكس المرة الجاية وتشتغل. تمام. وده تمرين اشتغله انت.